أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة شخصيتك من نقلتك. في الموقف ده النقلة لك، ولكنك لست وحيدا، بل إن لك مستشارين يعطونك النصائح من وجهة نظرهم. ربما هم ليسوا محترفين وشخصياتهم مختلفة تماما، ولكن بالتأكيد لديهم أحيانا نصائح مفيدة. في كل سؤال يوجه لك أحدهم لديه الخطة الناجحة تماما والتي اتبعها أقوى اللاعبين في الدور الحقيقي، ومهمتك هي اكتشاف أي النقلات التي تعبر عن إحدى الشخصيات هي الصحيحة. والآن حان الوقت لتتعرف على مستشاري وائل المتفائل. ولا حتى السماء هي الحد الأقصى لوائل، وإذا كان لديه خطأ فهو الطموح الشديد وينجح كثيرا حيث يفشل الآخرون. شعنونة المجنونة، إنها واحدة من أشد لاعبي الشطرنج جنونا. شعنونة لم تسمع عن اللعب بطريقة آمنة، إنها تعرف ما تريده ولا تدع أي شيء يقف في طريقها. مشهورة المزعورة، تريد دائما أن تبقي الأمور تحت السيطرة ولا تشعر بالراحة في المواقف الفوضوية. مختار المكار، لا يمكنك التنبؤ بنقلاته ويجب أن تتوقع منه ما هو غير متوقع، وخدعه تنجح في كثير من الأحيان. بيجاد المعتاد، إنه معروف من أصدقائه بأنه لاعب شطرنج صلب، أسلوبه ليس مملا تماما وهو يتبنى نهج عدم الإثارة. إنه نادر الأخطاء، لا يحب أن يأخذ مخاطر لا داعي لها. والآن هيا إلى السؤال. الموقف ده ظهر بعد الاسود مع عمل التبييت الطويل، ودلوقتي النقلة للابيض. الموقف ده هو نموذج للراي لوبز تفريع التكسير. الابيض بيخرج ومعاه اغلبية بيادق في جناح الملك، لكن الاسود معاه ميزة زوج الافيال. ودلوقتي النقلة للابيض، ازاي يقدر ان هو يواصل لتحقيق التقدم. بالنسبة لوائل المتفائل، فهو لا يتردد في اقتراح التمدد الفوري في جناح الملك بواسطة G4 ويليها H4 وبعدين H5، والأغلبية دي من البيادق هي مكان اهتمام وائل، وبيرى فيه الميزة بتاعته وتفوقه، ولذلك فهو بيريد تقديم هذه البيادق فورا. أما بالنسبة لشعنونة المجنونة، فهي ما بتحبش كتير وسط الدور الخالي من الوزراء زي الموقف ده، ولكن بتستطيع ان تتخيل بعض التكوينات وخاصة على مربع C5، وممكن ان هي تسيب بدأ E كعامل الهاء للاسود، وهتبتدي بالنقلة A5 وتفتح العمود وتركز على البيدق E6. اما بالنسبة المشهورة المزعورة، فخطتها هتتركز في ازواج الرخين على العمود دي، وهتضع الملك بتاعها على المربع F2 عشان يبقى قريب من الوسط ومستعد لدخول مرحلة نهاية الدور، والامور هتتكشف في الوقت المناسب وبعد تكسير الرخين ربما على العمود دي. وفي هذه الحالة تفوقها بأغلبية البيادق في جناح الملك هتساعدها في النهاية في الفوز بالدور. اما بالنسبة لمختار المكار، فهو بيؤمن ان الحصان اللي هو على B3 لازم يتحط على المربع H5، وده عن طريق C1 E2 G3 لحد ما يوصل لل H5. دي رحلة طويلة، ولكن وصول الحصان الى هذا المربع بيرى مختار ان هي فكرة جيدة ومفيدة. بالنسبة لبيجاد المعتاد، بيعتقد ان الخطة الناجحة هي انه يمتلك مساحة اكبر في جناح الملك، ولذلك هو هيبتدي بلعب H3، ودي هتساعده في الاحتفاظ بمربع G4، وساعتها هيقدر يلعب F4 وبيليها B5 ويعمل اقتحام بالرخين، ويمكن التقديم ده هيساعده في الحصول على بدأ سالك، وهيكون هو العامل الحاسم في الدور.
وبعد ما شفت افكار مستشاريك هنسيبك للتفكير وتعرف انه الخطة هي الانسب في هذا الموقف، وهرجع لك بعد ثواني اقول لك على الحل. الدور ده كان هو الدور التاسع في بطولة العالم بين فيشر بالابيض وسباسكي بالاسود، والحقيقة فيشر مشى مع الخطة بتاعة شعنونة المجنونة. والحقيقة الخطة اللي اقترحتها مشهورة المزعورة برضو خطة جيدة، ولكن الاسود هيكمل التعبئة بتاعته، ولو اتفتح الموقف ممكن زوج الافيال يكون له تأثير قوي على الدور. ولذلك فيشر اعتمد الخطة بتاعة شعنونة المجنونة والدور استمر A5 King B7 E5 Bishop E7 Rook takes D8 Bishop takes D8 Knight E4 King C6 A takes B6 C takes B6 وهنا ضحى فيشر بالحصان Knight takes C5. لو الأسود أخذ حصان C5 هيكمل روك تيكس A6 تشيك، والملك لو بعد هياخد الفيل، فلازم الملك يروح لمربع D7، وهنا الأبيض هيكمل نايت تيكس C5 بهجوم مزدوج على الملك والفيل، وفي النهاية هياخد الفيل وهيفوز. ولو الملك جه في D5 هيرد روك D6 تشيك، والملك إجباري يجي في مربع C4، والرخ يختار بانه ياخد الفيل اللي في D8 او الفيل اللي في E6 ويفوز بقطعة وبالدور. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل بيشوب C8 وكمل الدور نايت تيكس E6 F تيكس E5 نايت B4 تشيك وسلم الاسود. طبعا احنا مش عارفين هل شعنونة شافت كل التكوينة ده هي، انما على اي حال شعنونة هتاخد 10 درجات، ومشهورة هتاخد 5 درجات ووائل درجتين، ومختار وبيجاد كل واحد منهم درجة. وإلى اللقاء في السؤال القادم.